السلام عليكم، مساكم بخير. على طاري الذهب، رحت اليوم سوق الذهب. صراحة انه عندي اسئلة كثيرة ما لقيت لا جواب. انا بعطيكم السالفة وبعطيكم الاسئلة المحيرة اللي عندي، محيرة انا عاد ما ادري عنكم، لكن لعله ان شاء الله نستفيد. السالفة يا الربع، رحت ولقيت لي طقم زين وجاز لي. كم قيمة الطقم وزنه؟ ممتاز. حسب قيمته اعطان قيمة منه. كم سعر الجرام؟ قال 230. امنا بالله 230. طيب الطقم فيه فصوص كثير يعني له وزن. طيب طلع الفصوص وحسب لي الذهب الحاله. قال بيت اسوي ذكي، قلت له احسب الفصوص الحال والذهب الحال. خرب. عاد اقول لكم الفصوص هذه او الكريستال او القطع اللي موجود، انا ما ادري وش قيمتها ولا ادري هي لها قيمه ولا لا، بس مهما كان ما تصل قيمة الذهب. حاولت بشتى الطرق ولا عجزت عنه. الرجال اللي يبي يبيعه بوزنه كامل بقيمة الذهب الجرام ب200، خلاص مين مشكلة. لكن لا جيت ابيعه عليك تشريه لي كامل، قال لا احنا نبيعه كامل ونشريه بدون فصوص، نطلع فصوص ونازل الذهب الحال. قال لي الكلام هذا استغربت الصراحة، تبي تبيع علي بفصوص وتشري من بدون فصوص، يعني مو بحاسبه اساسا، مو بله قيمة ثانية وشي، يبي طلعها على جنب دي. صراحة اني طولت عنه، رجال نجودي تحملا. المصيبة هنا، المصيبة جيت أبيع كان بنطلع فصوص وسعر اليوم الذهب حنا نشري من 130 إلى 135. طيب أنت بيع على 230، الفرق ما هو طيب شلون؟ قال السوق يرتفع وينزل. طيب سعر اليوم 132 إلى 135، تبيع على 230 أنت، الفرق 100 ريال بالجرام. عجتا مرحلة الإقناع، يبي يقنع، قال هذا ستايل جديد وهذا ناعم وهذا شبيه الألماس. طيب شاري ذهب، أنا جاي نشري ذهب الحين، حسب لي ذهب، طلع أفصوص. أفصوص ما أدري إيش قيمته ولا لا قيمة ولا لا، ولا جيت أشري شيء شبيه بالألماس، مشبهه كريستال. كانت الخامة اللي يحطونه مع الذهب كريستال ما أدري إيش فصوص، أنا مو بشغلي، أنا حسب لي هذه بقيمة وحسب لي الذهب الحال، مو بتحسبه علي بقيمة ذهب. نفس الطاقم، خلنا نطلع الفصوص اللي بوه ونبي نقول 10 جرام، يبي يطيح 2000، يبي يطلع الطقم ب 4600. افتراضيا شريته ب 6900، قيمته الاساسيه قلنا 4600، لا جيت تبيعه وطلع صفوف افصوص احسبه بحسبته هاليوم 135 جرام اللي هو شريبه، تبي تطلع قيمته 2007. طيب انا خسرت 4200 الحين، انا هنا انتهيت. ممتاز، نبي نبدا بالتساؤلات. السؤال الاول، الطقم فيه مواد اضافيه كريستال او فصوص او كائنا ما كانت يعني، وقيمته ما ندري كم، هل يحق له انه يحسب قيمه الذهب؟ ثاني، انت بعت علي كامل، لجيت انا ابيعه عليك وجيت تشري، انت تشرط علي انك تطلع الفصوص؟ ليش يحق له؟ الشيء الاخير، تدخل محل عن محل يختلف السعر، هذا يحسب لك قيمه وهذا يحسب لك قيمه، وش الفرق بالنهايه؟ انا شاري ذهب كله ذهب، ليش انا الحين بدق على وزاره التجاره وبستفسر منهم هل يحق له ما يحق له، من اللي يتحكم بسعر الذهب؟ وش لنا وش علينا؟ نستفيد كلنا. بسم الله، شكرا لاتصالك بوزارة التجارة والاستثمار. For English, press 9. والآن بإمكانك تقديم بلاغك لتسجيل بلاغ جديد، يرجى الضغط على الرقم 1. سوف تتحدث بعد قليل مع أحد ممثلي الخدمة، ولضمان جودة الخدمة المقدمة لك سيتم تسجيل مكالمتك آليا، ويسعدني مشاركتك في تقييم مستوى الخدمة المقدمة لك بعد الانتهاء من التحدث معه. عزيزي المستهلك، من حقك معرفة العمر الافتراضي. جرس مرة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا الغالي؟ خير، الله يطول بعمرك. تفضل استاذي. كيف الدراسة تمشي؟ ابغى استفسر بخصوص الذهب الان، شراء الذهب وبيعه. يعني انا راح توي طالع من السوق، فيحسب لي هو الذهب كامل بقيمة مع الكريستال اللي موجودة والقطع الموجودة على أساس أنه ذهب كامل. طيب في هذه الحالة طال عمرك أستاذي، أي نعم، يبين لك قيمة الذهب طال عمرك أستاذي من قيمة الكريستال، ما يحسب هذه قيمة واحدة طال عمرك. إيه لا، هو يقول أبيعه عليك كذا طقم كامل، وإذا جيت قلت له إذا جيت أبيعه عليك يقول لي لا إحنا إذا جينا نشتري نطلع الفصوص. طيب في نفس الحكاية، وفي حالة البيع والشراء، في حالة البيع طال عمرك أستاذي يحسب لك يا زي حسبة الشراء، يفصل لك قيمة الفصوص أو الكريستال من قيمة الذهب طال عمرك، في حال أنه باع لك إياها بقيمة واحدة تواصل معنا نرفع لك فيها بلاغك. يعني هذا مخالف للنظام يعني. إي نعم طال عمرك. تسلم، ما قصرت يا غالي. خدمة ثانية طال عمرك.
وجهك. ما قصرت بيض الله وجهك يعني. وجهك بس هذه شاكر تواصلك معنا فالله معك التقييم فيها معنا. شفتوا شلون؟ هذه وزارة التجارة مشكورة مأجورة. يعني جهود جبارة لكن حنا ما نبلغ. بالنهاية ترى حنا اللي ما نبلغ. أي شخص يصير معه شيء ذا دق بلغ، يقول لك لازم تطلع قيمة الفصوص من قيمة الذهب. تحياتي وأشواق.